السلام عليكم، مساء الخير. معكم سلمى من قناة سلمى صالوني المطبخ والإبداع. اليوم راح ندير لكم وصفة تاع طاجين جبن بالطريقة القديمة. يعني إذا وش راح نحتاجه في الوصفة؟ عندي هنايا شوية صدر تاع دجاج، ديروا الكمية اللي يسمى اللي بغيتوها. عندي هنايا 8 بيضات، عندي جبن هذاك رابي كيما نقولوا، ومغرف تاع زبده. هنايا راح نحتاج 2 مغارف تاع الزيت، وعندي هنايا بصله صغيره مبشوره. هنايا بالتوابل عندي مغرف صغيره تاع ملح، وشويه فلفل كحل حوالي ربع مغرف هكاك، وشويه قرفه يعني شويه برك. اللي ما تشتيش القرفه تقدر تنحيها. هذو هما المكونات. راح نبداو بطريقة العمل ان شاء الله. بسم الله. اذا اول حاجة راح نلوح الدجاج. كما قلت لكم يعني ديروا الكمية اللي تساعدكم. راح نلوح الزبدة، تقدروا تستعملوا السمن. ندير هنايا 2 مغارف تاع الزيت، والبصلة، واللوح، الملح، والفلفل الكحل، والقرفة. نحطهم يتقلاو حوالي 5 دقائق هكا ونرجع لكم. هنا يبعد حوالي 5 دقائق، راح نزيد لها شوية ماء حوالي فنجان، ونخليها تزيد تتقلى شوية ونعسوها، ما نخليوهاش كل مرة، نحركوها كشوي. هنا بعد حوالي 10 دقائق راح نمرقها بالماء السخون، نغطي اللحم تاعي ونخليها حتى يطيب الدجاج، ونكمل لكم الطريقة ان شاء الله. هنايا بعد ما طاب الدجاج فتتو، ها هو كي، راح نخلطو هنايا مع البيض، ندير له شويه ملح ما نكثرولوش، كي عاد راح ندير له الفرماج. حلوح الدجاج مع البيض، درت 8 بيضات، وراح ندير له 1/2 كيس تاع خميره الحلوه، ندير هذيك لاصوص اللي طاب فيها الدجاج. تجي بنينة على الكيف، ريحتها تهبل. نخلطهم كامل، هنايا جبت بلاطو تاع الفور دهنتو بالزيت، راح نلوح الخليط. نعدلو هذاك الدجاج يعني التوزيع تاعو باه ما يجيناش في جهه وحده هكا، وراح نقص الفرماج. عندي هذا الفرماج تاع الميزان، راح نقصو شرائح ونحطو من فوق.
ونزيد له هنايا الفرماج الجبن المبشور، نديرو طبقه الاخرى وندخلو للفرن حتى يشيحو العظام ويتماسك الطبق تاعنا، وان شاء الله نعتهولكم في صحن التقديم. هذه هي الوصفة تاع اليوم، إن شاء الله تكون نالت إعجابكم. الوصفة بزاف بنينة ويعني اقتصادية، ما تديش يعني بزاف الحوايج. نخليكم على خير، إن شاء الله تجربوا الوصفة وتخليوا لي التعليقات تاعكم. ما تنساوش تشتركوا في القناة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.